قبل ما ابتدي معاك بقى التفاصيل والحديث عن قطاع الناشئين وعمليات الدمج والمدير الفني الاجنبي كابتن فتحي مبروك، كان رئيس قطاع الناشئين السابق. صحيح. ودايما زي ما احنا اتعودنا في النادي الاهلي اجيال بتسلم بعض. صحيح. تقول ايه للكابتن؟ لا كابتن فتحي طبعا يعني قدم موسمين كانوا مميزين جدا. وفي وقته تلعب برضو مجموعه من اللعيبه يعني شاركت طبعا كل الموجودين يعني دلوقتي فخري كل دول طلعوا في وقت كابتن فتحي مبروك، واحنا زي ما اتعودين في النادي الاهلي كلنا بنسلم بعض. كابتن فتحي طبعا عمل مجهود كبير خلال موسمين. قدر بشكل كبير جدا ان هو يحصر لنا برضو موضوع اللعيبه والخامات. الكابتن فتحي طبعا خبره كبيره ومدرب كبير واشتغل على مستويات كبيره جدا، قدر يحصر لنا مجموعه من اللاعبين واحنا اشتغلنا كملنا ورا بعض. وفكره الدمج دي يعني طبعاً عايز اسالك بقى في الدمج. بس السنه دي الدمج دمجته فرقه 99 مع فريق 2000 وايضا دمجته فريق 2001 مع 2002 و2003 و2004. الهدف من الدمج خاصه كمان يعني ان في عدد كبير من اللاعبين مشوا من النادي الاهلي. بص طبعا زي ما بقول لك كده، هو احنا اشتغلنا على 3 خطوات. الخطوه الاولى هو طبعا الفتره بتاعه الكابتن فتحي، وكان درس الفرق ودرس مجموعه اللاعبين الموجودين جوه النادي ودرس الوضع الحالي لمجموعه اللاعبين جوه النادي وحط يعني افكار ودرست خلال الفتره اللي فاتت بشكل كان محترم وبشكل هادي. ان احنا عايزين نروح فين، احنا كقطاع ناشئين النادي الاهلي عايز ايه من قطاع ناشئين، يعني اداره التخطيط في النادي عايزه ايه من قطاع ناشئين.